يعني أنا أتفق مع سيد محفوظ في مسألة واحدة مهمة، وهي أن الانتخابات الرئاسية هي قنبلة موقوتة في ليبيا. أنا أعتقد أن الانتخابات الرئاسية هي تحدي كبير، خلينا نقول تحدي كبير، ما نقولش مستحيل. وأعتقد أن وفق المعطيات السياسية وفق حتى نتائج كثير من الدراسات السياسية في مثل الظروف اللي تمر بها ليبيا، يعني في كثير من الأحيان انتخابات من هذا النوع في مثل هذه الظروف تقود إلى حروب أهلية وتقود إلى حالة عدم استقرار في البلاد. نعم وبالتالي من هذا المنطق أنا من جانب أكاديمي يبدو لي أن منطق الذهاب إلى انتخابات رئاسية هو غير منطقي وغير عقلاني في هذه المرحلة. ولذلك أنا أعتقد أن ربما أتفق مع ضيفك أيضا في أن الانتخابات البرلمانية قد تكون أكثر جدوى في ليبيا في هذه المرحلة، ولكن حتى الانتخابات البرلمانية بذات التجربة بذات العناصر اللي حدثت في الماضي سوف تنتج أجسام